برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية حتى 15 من الشهر الجاري. ينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة. ويستهدف المعرض مساعدة العاملين بقطاع الحرف اليدوية على التسويق والترويج لمنتجاتهم وفنونهم التراثية التي يتميز بها المبدعون من محافظات مصر المختلفة.